من أورينت نيوز، جولة صباحية جديدة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا لليوم الخميس 7 آب. صباح الخير يا رزان. صباح الخير لك فادي، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. مواضيع مختلفة وعديدة رح نناقشها اليوم من خلال جولتنا الصباحية، لكن بالبداية خلونا نشوف العناوين. البعد عن الوطن وظروف الغربة لم يمنع الطلبة السوريين من تحقيق نجاحات وتفوق في المرحلة الثانوية، موضوعنا الرئيسي لحلقة اليوم. استخدام مضخات المياه في الغوطة الشرقية عودة إلى الماضي ولا تراجع عن المستقبل في ظل الحصار المفروض. وإلى اسطنبول، وبهدف نشر الثقافة السورية عبر الفن التشكيلي، معرض خاص للفنانة سوسن وتي، نتابعه أيضا في حلقة اليوم. في أخبار التكنولوجيا، طريقة جديدة للتنصت بنقل اهتزازات الكلام، وبعد عامين نظارة ذكية تعيد البصر للمكفوفين. مشاهدينا خلونا نروح لموجز لآخر الأخبار من راديو أورينت، ونرجع لنبدأ أول مواضيعنا، خليكن معنا. ونشرات تفصيلية متتالية. التاسعة بتوقيت دمشق، موجز إخباري من راديو أورينت. أنيار الهدنة من جديد في عرسال، وأورينت نيوز تحصل على صور حصرية لأسرى من الجيش اللبناني ومئة ألف سوري تحت القصف. الثوار يحررون حواجز جديدة ويقتربون من محردة، مركز ثقة للنظام في ريف حما الغربي. مراسل راديو أورينت من ريف حما يؤكد اغتنام الثوار كميات كبيرة من الأسلحة بينها صواريخ كونكورس. النظام يهدم مسجدا اثريا في حلب ويقصف ريف حما بالاسلحه المحرمه دوليا. جرحى في قصف جوي على دوما، وغارات على المليحه وزملكه في الريف الدمشقي. اشتباكات وقصف اثناء توزيع مساعدات انسانيه في مخيم اليرموك بدمشق. المجلس المحلي في ريف اللاذقيه يفتتح طريقا جبليا هربا من استهداف النظام للمدنيين على الطرق الرئيسيه. نظام الأسد يؤجل التفاوض مع ثوار داريا دون إبداء أسباب. تنظيم الدولة يقتحم اللواء 93 في ريف الرقة ويسيطر على أغلب مقرات النظام داخل اللواء، وفرار عشرات الجنود والضباط حسب ناشطين تابعين للتنظيم. داعش يبصر سيطرته على معظم موارد شرق سوريا وكامل الموارد المائية في البلاد. تنظيم الدولة أيضا يمنع طلاب الرقة من تقديم الامتحانات خارج المحافظة. تنظيم الدولة ينفي قياديين من الجيش الحر إلى خارج ما يسميه أرض الخلافة. واختطاف ناشطتين إيطاليتين تعملان في مجال الإغاثة في ريف حلب. مكتب الدفاع المدني يوقف عمله في مدينة تل رفعت بريف حلب بعد قصفه وتدميره من قبل طائرات الأسد. مساعدات الأمم المتحدة تصل درعا من معبر الرمثة الحدودي دون موافقة نظام الأسد للمرة الأولى. وفريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دمشق أيلول القادم للبحث عن الشوائب والأخطاء المحتملة. الأسد يهدد موظفي الدولة بالفصل في حال رفضهم الالتحاق بخدمة الاحتياط. واستشهاد لاعب من المنتخب السوري للناشئين جراء سقوط قذيفة هاون خلال مباراة في دمشق. وأخيرا وفي الشأن الفلسطيني، أصوات في الخارجية البريطانية تطالب وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وأيضا الحركة تعود إلى شوارع قطاع غزة بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ، وباحث حقوقي فلسطيني يؤكد أن إسرائيل قصفت المدنيين في غزة بالبراميل المتفجرة. نهاية الموجز، دمتم بود.
مشاهدينا رح نبلش بحياة الناس. المضخات أو الكباسات محليا اتجه إليها أهالي الغوطة الشرقية لاستخراج المياه رغم بدائيتها. صحيح فادي، وهذا الشيء بسبب الحصار المفروض عليهم من أكثر من سنتين. خلونا نروح لريف دمشق ونشوف هالتقرير. أيام طويلة من العطش قضتها الغوطة الشرقية لترتوي أخيرا بعد أن تمكن الأهالي من استخراج المياه عن طريق مضخات بدائية تسمى محليا كباسات. في ظل حصار استمر لسنوات قطع عنهم الماء والطعام ولم يقطع عنهم الأمل. هلا نحن اجتنا فكرة الكباس بسبب انقطاع المازوت وبنزين ما عاد فيه غالي، وسألنا الوالد يعني منين شلون ما يسحب مي من البير، من تم نسحب بالسطل؟ قال لا الشغلة يعني نرجع لأهل أول، على زمان أهل أول. شلون؟ قال خلينا نفصل كباس المي، لا بيريحنا وبوفر علينا السحب من السطل والزع على الخزان. بالإضافة إلى أن المضخة ساهمت في استغناء الأهالي عن المحروقات التي بلغت أسعارها أرقاما قياسية، تمكنوا مؤخرا من تطوير المضخة بما يتناسب ودورها الجديد. صرنا نحط الكباس وعملنا له تحديثات جديدة، وصار يطالع معنا على الخزان على الطابق الثالث، على الطابق الرابع بيطالع معنا الكباس، يعني على رياحتنا وريحنا خير الله، وفر علينا كثير تعب وجهد وشغلة ظريفة، يعني رجعنا على الدقة القديمة مثل ما بقولوا. مع ارتفاع تكاليف الحفر وتركيب المضخات الذي قد يفوق 60,000، لجأ أهالي الغوطة بعد أن خبروا العطش إلى التشارك في إتمام عملهم، فأعادوا البسمة والصخب إلى الأطفال، وعادت الخضرة لتتمدد في جنبات المنطقة بعد جفاف طويل. والكباس كتير استفدنا منه، عم نسقي وعم نغسل وعم نشطف وننظف بيوتنا وعم نطبخ، عم تم نغلي هالمي كمان حطب ما تم، كتر خير الله، كمان الله بعت لنا هالكباسات رحمة. دون ضجيج عادت المياه إلى شوارع الغوطة وأزقتها لتروي بلسان الأهالي حكاية الحصار والأمل. الحقيقة فادي عن جد تحية لكل مواطن سوري داخل سوريا، وخصوصا الناس المحاصرين، انه قديش رغم كل هالتعتير وهالحصار قديش عم يبدعوا ويخترعوا شغلات انهم ليواجهوا حياتهم ويستمروا فيها. صحيح. مشاهدينا، البعد عن الوطن والغربة المستمرة ما منعت الطلبة السوريين من تحقيق نجاحات وتفوق بالمرحلة الثانوية. بالضبط، عدة أمثلة تؤكد تميز الشباب السوريين أينما وجدوا وفي أصعب الظروف. نعرف أكثر لكن بعد التقرير. على الرغم من الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة السوريون في دول اللجوء، إلا أنها لم تمنعهم من متابعة حياتهم الدراسية بل وحتى التفوق فيها. ففي الأردن حصل الطالب السوري محمد خالد السلامات من قاطني مخيم الزعتري على معدل 91.9% في الفرع الأدبي، وبهذه النتيجة يكون الأول على هذا الفرع بلواء البادية الشمالية الغربية. وفي محافظة إربد نالت الطالبة السورية غادة جمعة محمد سليمان المرتبة الأولى بين الطالبات السوريات اللواتي يتلقين تعليمهن في مدارس إربد بمعدل 91.4%. أما في الكويت، حاز الطالب السوري عبد العزيز عبد الكريم عدنان عكرمة على المركز الأول على مستوى الدولة في القسم العلمي بمعدل 99.85%. محمد، غادة وعبد العزيز أمثلة لآلاف الطلاب السوريين الذين خضعوا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة خارج وطنهم الأم. تحدوا الظروف النفسية والمعيشية للجوء، فأثبتوا بإصرارهم وعزمهم على مواصلة النجاح، آملين بذلك العودة بأعلى الشهادات لإعادة إعمار بلدهم. اليوم بينضم لنا للحديث عن تفوق الطلاب محمد السلامات، طالب متفوق، بالإضافة إلى فراس اللباد اللي هو مراسلنا بمخيم الزعتري. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يعني بالفعل اليوم بداية مميزة وموفقة، بأنه عندنا طلاب متميزين
يعني مثل محمد أخذ الأول على البادية الشمالية الغربية غربية. بأي فرع أخذت محمد؟ بالفرع الأدبي. الفرع الأدبي. طيب محمد تحكي لنا أنه اليوم في ظروف معينة أنت بالزعتري، كيف قدرت تواكب تحصيلك العلمي؟ كيف قدرت تقهر الظروف وفعلا تأخذ مركز متميز يعني بالأردن؟ هو يعني أي إنسان تواجه صعوبات وعثرات عديدة، بس لازم هاي العثرات ما تكون عقبة بطريقه، بالعكس لازم ينسقها ويجمعها ويبني بها صرح نحو العلو. فإذا اتخذها عقبة راح تعيق تقدم في أي واحد، بتلاقي صعوبات بتكفي إنه صعوبة الغربة والبعد عن الوطن، يعني هاي أكثر شيء. وجو المخيم، يعني مخيم الزعتري، يعني لفظة مخيم بتكفي، بس يعني الواحد بده يساهم وبده يضحي لحتى يحصل على المراده. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر. أكيد. فراس بدي أقول لك، كونك أنت بالمخيم الزعتري وعم على طول عم بتجول هناك وتعطينا بآخر الأخبار وأحوال اللاجئين السوريين بالمخيم، طب تحكي لنا عن الطلاب هناك كيف عم يواجهوا الصعوبات وكيف عم يقدروا يستمروا بدراستهم؟ يا ترى كلهم يعني كلهم بهمة محمد وبتفاؤله بأمله وبإصراره، ولا شغلة نسبية؟ صباح الخير للجميع. طبعا كل الشباب السوريين داخل مخيم الزعتري وكل الطلاب هم بهمة محمد وأقوى كمان إن شاء الله. طبعا هن بس بدون عناية وبدون رعاية الطلاب السوريين داخل مخيم الزعتري، خاصة الطلبة اللي حصلوا على شهادة البكالوريا من الائتلاف السوري. يعني هن بطلبوا أنه يراعوا أمورهم ويراعوا ظروفهم، ينظروا بأوضاعهم، لأنهم أخذوا شهادة البكالوريا من الائتلاف السوري وما حدا عم بتطلع فيهم. طبعا محمد حصل على شهادة التوجيهي يعني بالمنهاج الأردني. احنا بنبارك له ومبارك لكل الشباب السوريين اللي حصلوا على المراكز الأولى بالمملكة الأردنية الهاشمية، وشكرا لها على جهودها المبذولة مع شبابنا السوريين وطلابنا. في رأسنا بدي نوه انه مو بس بالأردن، يعني في الكويت كمان كان في طالب أخذ الأول على مستوى الكويت. نعم. بالتحصيل العلمي في كتير طلاب عم يكونوا متميزين رغم كل الظروف. محمد بدي تحكي لي أكثر عن انه انت درست منهاج أردني، قديش كان في اختلاف وكيف قدرت فعلا يعني تتعمق بالمواد، انه في مواد مختلفة عن المنهاج السوري. صحيح، هو بداية العام الدراسي لما استلمنا الكتب ففي اختلاف، بس طبعا في معلمين سوريين وأردنيين فساعدونا حتى تأقلمنا مع الوضع ومشينا بالمنهج، فلهم كل الاحترام والتقدير المعلمين طبعا. بداية الأمر يعني مثل بعض المواد خصوصا متعلقة بالأردن، هاي الواحد بلاقي فيها صعوبة. أما المواد الأخرى، الرياضيات، العربي، العلوم الأخرى المشتركة، يعني ما فيش فرق، ما لقيناش فيها صعوبة. انت بالفرع الأدبي رحت ما؟ الأدبي بس بالأردن في رياضيات وحاسوب. بالأدبي؟ حلو. طيب كيف قدرت انت يعني تتخطى الصعب بهالمرحله، صعوبه الرياضيات؟ رياضيات انا بالاصل كنت الادبي، بنعرف انه بصفوف الادبي ما في رياضيات، فجاه جيت لهون في رياضيات. فاني بالاصل كنت اقدم علمي، فالظروف ما سمحت، فارغمنا انه نقدم ادبي، فكانت عندي خلفيه رياضيات يعني ممتازه، فقدرت اني امشي بالرياضيات. والحاسوب كمانت مثل الرياضيات. معنا عبر الهاتف السيد محدين بنانا، وزير التعليم والتربية بالحكومة المؤقتة. يسعد صباحك سيد محدين. صباح الخير لكم ولضيوفكم وللسادة المشاهدين. أستاذ محدين، في مجال بس تحكي لنا عن سير عملية الامتحانات بالدول الجوار اللي أنتم عم تشرفوا عليها لطلبة طبعا كانت الامتحانات في الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي بدول الجوار كانت على شكل جيد وأعطت نتائج ممتازة من حيث الأداء، حيث وصلت الأسئلة بمواعيدها، الأوراق وزعت بشكل جيد في مواعيد دقيقة، المراقبين كانوا موجودين. أستاذ محدين، الطلاب السوريين اللي بالداخل السوري عم تقدروا توصلوا لهم وتقدروا تأشرفوا على عمليات الامتحان هناك؟ بالطبع، كانت بدقة هائلة جدا،
عبر النت وبشفرة محددة وصلت الأسئلة، ولم يحصل الحمد لله أي تسريب، حتى في الغوطة المحاصرة كانت الأسئلة تصل والأداء الامتحاني جيد جدا. أستاذ محي الدين، يعني بدنا نسأل أكثر إنه عن في طلاب متميزين في دول عربية، في كمان طلاب عم ياخذوا الثانوي، لكن في معوق أساسي هو عدم الاعتراف ببعض الدول. شو هي الخطوات اللي أنتم عم تعملوها أو تشتغلوا عليها لحتى فعلا تصير في معترف فيها بدول تانية؟ الحمد لله الآن تركيا اعترفت بشكل نهائي بشهادة ثانوية عبر جهود كبيرة جدا مرت خلال حوارات مع الأخوة الأتراك، وبرهننا أن الشهادة الثانوية التي نصدرها هي بكفاءة عالية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا سيادة الوزير، بالنسبة للاعتراف لم أكمل. تفضل. فرنسا الآن تعترف بالشهادة من خلال أخذت الأوائل من الشهادة الثانوية، 10 حيسافروا إن شاء الله بنهاية هذا الشهر كمنحة إلى فرنسا، وهذا يعني اعتراف من الجانب الفرنسي بالشهادة الثانوية. بالإضافة إلى ذلك هناك تقرير سيقدم للاتحاد الأوروبي من قبل فرنسا وتركيا للاعتراف أيضا بالشهادة الثانوية. أيضا استدعينا خبراء أجانب في مجال التعليم لمراقبة الآلية الامتحانية التي حصلت، وأعطوا تقرير جيد جدا في هذا المجال سيساعدنا في الاعتراف العالمي. فهذا سيؤدي بالنتيجة إلى اعتراف مباشر إن شاء الله بالشهادة الثانوية. يعني هذا كلام إلى ذلك الآن أبواب الجامعات التركية فتحت قريبا جدا، أبواب الجامعات الأردنية إن شاء الله حتفتح بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. الوزير التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة الأستاذ محي الدين بنانا، بنتشكرك كثير. شكرا لكم. برجع لك محمد، وإذا بتحكي لنا على أهم الصعوبات اللي واجهتوها أنتم كطلاب بدراستكم التعليمية. هي أول صعوبة أنه كان في تأخر بالكتب، تأمين الكتب. طبعا مش تقصيرهم من اليونسيف، بس العدد الكبير من الطلاب، ففي صعوبة، لكن الحمد لله بالأخير أنه تأمنت الكتب وقدرنا نمشي بالمنهاج. وفي كمان الوقت يعني كان ضيق علينا، وبعض الصعوبات الأخرى مثل الفترات الدراسة، يعني بتعرف مخيم ما في فترات مناسبة للدراسة، فهي الصعوبة كمان. ليش احنا نضطر ندرس من بعد العصر مثلا للساعة 2، كمان في صعوبة أنه ما فيش كهرباء، يعني على الجهتين في صعوبة. صحيح. فراس، ما بعرف هالصعوبات اللي حكى عنها محمد، هل هي كانت موجودة من بداية الثورة السورية، يعني من 3.5 سنين وبعدها هي ما زالت، ولا في كانت صعوبات أكثر من هيك ومشاكل أكثر وهلأ كان صار الوضع أفضل؟ هلأ صعوبات الطلاب ما زالت يعني من بداية الثورة وبداية يعني خروج الشبان السوريين والطلبة السوريين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ما زالت موجودة، يعني معاناتهم خاصة أكثر شيء بداخل المخيم، يعني عم بياخذوا شهادة الائتلاف البكالوريا وما عم بيعرفوا لوين يتوجهوا بالسؤال لمين، يعني نحن بدنا نوجه للمنظمات اللي هي للمنظمات ولا وزارة التربية، وزارة التربية والتعليم بالحكومة السورية المؤقتة، إنه تحاول إنها تساعد الطلبة، لأنه أنا عم بحكي عن لسان للطلبة، يعني أنا دائما بيجي يعني بتليفونات برسائل إنه احكي لنا عن هذا الموضوع، وصلنا هذا الموضوع عبر قناة أورينت والقنوات الأخرى، فلازم يعني يعملوا لهم شيء يقدروا يساعدوهم فيه مشان آلية العمل والسؤال لطلبة البكالوريا بداخل المخيم وبالمملكة الأردنية بشكل عام. هو خصوصا أنه في مشكلة، يعني أنه
ما كل البلدان انه عم يعترف فيها لشهاده الحكومه المؤقته، وان شاء الله بيقدروا يعني يعالجوا هي القصه. يعني صحيح فراس رح ارجع لك انت ومحمد اكيد لنكمل، لكن معنا هلا طالبه كمان متفوقه بمحافظه اربد بالاردن اللي هي غاده سليمان. صباح الخير يا غاده. صباح النور، اهلين، كيف حالك؟ الحمد لله. مبروك التفوق. الله يبارك فيك. تحكي لنا كيف يعني سمعتي بالخبر النتيجة، وانت كيف حضرتي لحتى وصلتي لهي النتيجة؟ طبعا انا فرحت الحمد والشكر لله اللي بس اجيب هاي النتيجة بالظروف اللي مرينا فيها، وفرحت كثير، بس راح تكون فرحة اكبر لو كنا بسوريا بين اهلنا وناسنا، ان شاء الله بنرجع بلادنا ونبني مستقبلنا. اتمنى من كل السوريين انهم يدرسوا ويكون جيل واعي، جيل قادر على مواجهة التحدي والظلم اللي راح يواجهوه المستقبل، ان شاء الله نرجع بلادنا. طبعا واجهنا صعوبات، يعني كان معلمة أردنية تقول لي اي سورية هاي جاية علمي تدخل وراح تجيبها المحص، يعني شو بيطلع منها هاي السورية اللي داخلة علمي، عندهم علم كثير صعب. والحمد لله جبت معدل كثير كويس. طيب غادة هلا شو ناوية انت، شو الفرع اللي حابة تتخصصي فيه التخصص الجامعي؟ هو وضعنا المادي ما راح يسمح لنا انه نقدم جامعة، أنا كنت عارف إنه ما راح نقدم يعني أبوي برضه ما يسمحوش يقدم لي جامعة، مع هيك درست قلت رب العالمين ييسر المستقبل، إن شاء الله يا رب يطلع لنا جامعة. يلا إن شاء الله. هلا كمان كان الوزير وزير التربية في الحكومة المؤقتة هلا بيكون إن شاء الله عم يتابعنا وبيسمع ندائك، وإن شاء الله بيقدروا يأمنوا يعني منح دراسية للمتفوقين بوين ما كانوا، سواء بالأردن أو بغير الأردن. إن شاء الله يا رب نرجع بلادنا ونبني سوريا من جديد يا رب. مبروك إليك يا غادة، وإن شاء الله كمان مبروك لكل الطلاب اللي تفوقوا بالنتيجة السنوية إن شاء الله. محمد هلأ شو حابب تعمل بعد البكالوريا؟ هسا أهم شيء إنه نكمل جامعة بس هسا كأنه يعني أهم مطلب إنه لكل طالب إنه بعد التوجيهي أو البكالوريا إنه يدرس جامعة. طيب أنت هلأ أكيد يعني المعدل اللي جايبه بيحق لك تدخل الاختصاص اللي بدك إياه، ما هي؟ بس هذا لو شو التخصص اللي حابه؟ في أكثر من تخصص، يعني طرحوا لي أنه محاسبة مثلا، يعني هي أهم شيء بالأدبي، إحنا لو أنه داخلنا علمي ففي أكثر من مجال أنه رغباتنا، بس أدبي يعني محصورات الفروع اللي لازم نختارها. والمحاسبة من ضمن الفرع الأدبي بالأردن؟ وأنت حابب تدخل هذا الشيء يعني ولا لأنه متوفر رغمت ما فيش عم تنطر منحة لبرا؟ كونه فيها الأفرنسا عم تاخد المتفوقين والاوائل، احنا ان شاء الله نقول اذا من قبل يعني كل الطلاب ان شاء الله ان شاء الله عبر شاشه اوريان. يعني بدي اقول للي انضموا لنا هلا رزان، بدي اقول للي انضموا لنا انه فعلا مثل ما حكى الوزير انه هلا في فرنسا وفي تركيا انه اعترفوا بالشهاده، وعلى ابواب كمان اليوم في طرح امام الاتحاد الاوروبي لانه تعترف فيها كمان كاتحاد اوروبي، وهي خطوات متميزه وان شاء الله كمان بيقدر. بس هلا المطلوب فعلا مثل ما حكى فراس قبل شوي انه ندوات تعريفيه للطلاب بالتخصصات اللي ممكن يقدروا يفوتوا هن على التخصصات الجامعيه. في مشكله التمويل ايضا، بعض الطلاب غير مو قادرين انه يدفعوا مشان تخصصاتهم الجامعيه. فراس الظروف الزعتري احنا بنعرف انه هي صعبه في الفعل، كيف عم العمليه التعليميه كيف عم مين عم يديرها؟ في متوفر يعني مثلا اساتذه للتعليم؟ آلية التعليم عم بتتم بالنسبه للائتلاف وشهاده الائتلاف وبكالوريا الائتلاف عم بتتم عن طريق اللجنه السوريه داخل مخيم الزعتري. اللجنه السوريه عندهم مجموعه من الاساتذه ايضا السوريين عم بيقوموا بتدريس الطلبه السوريين داخل المخيم الزعتري وداخل الكرفانات، وعم بيتم الاشراف على اليه العمل والامتحانات البكالوريا بآخر السنة. طبعا أنا أخبروني رئيس اللجنة التعليمية بمخيم الزعتري أنه 85% من الطلبة السوريين اللي حصلوا على شهادة البكالوريا من الائتلاف وما زالوا مجمدين داخل المخيم ينتظرون الأمل من يعني من المعارضة ومن الحكومة السورية المؤقتة من أجل أن ينظروا إلى وضعهم. 85% من اللي حصلوا على شهادة السنة الماضية، يعني السنة الماضية هذول لحد الآن بدون تخصص جامعي بدون دراسة. أي شهادة البكالوريا لسه السنة هاي بجوز امبارح طلعت او اليوم بدها تطلع، يعني حسب ما حسب ما خبروني. يعني عم ننتظر الامل، الطلبة داخل المخيم وبالمملكة عم ننتظر الامل، حتى محمد عم بيحكيني على الطريق نحن وجايين قال لي انا خايف انه ما يطلع لي جامعة. لا ان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون وشنا حلو عليك. قلت له ان شاء الله كشاشة اورينت يعني وصح لك انت والطلبة الناطرين كمان يعني دخول الجامعة. بس بدي اسألك فراس، قديش في طلاب ما يعني ما صح لهم فرصة انهم يقدموا البكالوريا حتى من الطلاب السوريين؟ خلينا نحكي الموجودين بالاردن.
في طلبة كمان ما صحروا يقدموا بكالوريا، طبعا ظروفهم ظروف المعيشية والظروف الصعبة اللي عم بمروا فيها، وما في حدا يعني يمدهم بمال، مش يعني في طلبة عم بيساعدوا أهاليهم بالمعيشة إن كان بداخل المخيم أو بخارج المخيم، يعني عم بيشتغلوا بأعمال شاقة، عم بيشتغلوا ساعات طويلة، فما عم بيقدروا إنهم يعني يقدموا بكالوريا أو إنهم يكملوا دراستهم. عندك فكرة على نسبة الطلبة؟ هلأ تقريبا حسب ما حكى لي بتصريحات من رئيس لجنة التربية والتعليم بداخل مخيم الزعتر الأستاذ رائد الجاموس، حكى لي إنه نسبة 1150 طالب هدول يعني ما قدروا يدرسوا حتى سنوات انتقاليه. ايه ما قدروا يدرسوا 1150 طالب تقريبا بس بالمخيم الزعتري ولا بالاردن؟ بشكل عام اكيد في طلاب كثير فاتتهم يعني بسبب الظروف انه وقفوا التعليم وما كفوا. محمد انا بدي اعرف انه انت مو وحيد، في اكيد زملاء معك، كيف درجات النجاح كانت؟ كيف ظروفهم؟ احنا بالمخيم قدم لتوجيهي حوالي 42 طالب للدوره الصيفيه، نجح منهم أربعة طالبتين، في طالبة كمان تحصلت على معدل 91.5 مركز الثاني على البادية آلاء الحريري، وفي طالبة حصلت على معدل حوالي 75، وفي طالب قيس أيضا حصل على معدل 75. أكيد إحنا بنبارك لهم معكم كمان أكيد إن شاء الله بيتفوق يدخل الجامعة، لكن بدي تحكي لي أكثر إنه ظروف، يعني اليوم نعرف إنها ظروف صعبة وعم نحكي على ظروف، شو المطلوب؟ يعني أنت اليوم درست بالمخيم الزعتري، شو المطلوب لحتى فعلا ندعم العملية التعليمية أكثر كطالب أنت، شو طلباتك؟ إنه يعني في مثل ما قال الأستاذ في عدد كبير من الطلاب ما بيجوش على المدرسة، وفي السبب الرئيسي إنه ما فيش إعالة لعوائلهم، يعني بتلاقي أطفال يعني ما بجوزوش 15 سنة تلاقيهم بعيلوا عائلة كاملة، فهذا يعني سبب كمان توجيه زين العمالة، يعني عم تجهل العمالة وبتركوا التعليم. صحيح مشان يعني مورد رزق لألون. طيب محمد بدي أقول لك يعني أكيد أنت الله يعطيك العافية اجتهدت على حالك واشتغلت على حالك لتقدر تتفوق وتجيب علامات كتير ميحة، بس يعني أكيد في كان داعم خلف محمد، لمين بتوجه تحية وبتشكره على أنه دعمك أو ساعدك؟ في يعني عدد كبير، أولهم طبعا والدي يعني أكبر داعم إلي، وفي خالي كمانة يعني هو خارج المخيم ويدعمني علي أصلان السلامات أبو علي، وفي معلمين يعني كأن أبنائهم دعم سواء السوريين أو الأردنيين، وكل المخيم طبعا أقاربنا إنه العلم وكلهم طبعا علم له دور كبير خصوصا هذا العصر، فكثير دعمه. محمد سلامات الطالب السوري المتفوق، بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يا رب تصح لك البعثه اللي انت بتطمح فيها والكليه اللي انت بدك اياها. كمان في راسل لباد مراسلنا بمخيم الزعتري كمان بتشكر حضورك. شكرا لكم مشاهدينا كمان انتم شكرا لمتابعتكم لنا، ونحن مستمرين معكم، لكن خلونا نروح لفاصل وبنرجع لكم. أهلا بكم مشاهدينا بجولة على أهم عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، والبداية من القدس العربي، وفيها مصدر مصري: إسرائيل وافقت على 4 مطالب فلسطينية بينها رفع الحصار. القدس العربي: في بيت حانون مهجرون وأطفال يبحثون عن عائلاتهم. لبنان: مد هدنة عرسال مع النصرة ل24 ساعة. إيران: قرار بالفصل بين الجنسين في بلدية طهران لتجنب طرد النساء. 60,000 قذيفة وصاروخ وإجمالي عدد الشهداء 1,875 والمشردون نحو 500,000. الغزيون غير متفائلين باحترام العرب والمجتمع الدولي لوعود إعادة الإعمار. بين المدح والقدح: استقالة وارسي مبدئية، وغزة ليست موضوعاً إسلامياً. الحياة في غزة تعود تدريجياً في ثاني أيام التهدئة، وإسرائيل تنشر وحدات خاصة على الحدود. أمناء مكتبات في نيويورك يوزعون مقتطفات أدبية فلسطينية على ركاب المترو. وفي مقال الرأي في القدس العربي حول تطورات لبنان وتداعيات تدخل حزب الله في سوريا، جاء فيه:
في مقابلة له مع فضائية عربية مؤخرا، حذر الأمين العام الأسبق لحزب الله صبحي الطفيلي بشدة من نتائج تدخل الحزب اللبناني في سوريا، ساخرا ومفندا تبريرات الحزب المتعددة لذهاب عناصره إلى سوريا بحماية المراقد الشيعية ومقاتلة التكفيريين، معتبرا أن التكفيريين موجودون في كل الطوائف، وأن داعش وجبهة النصرة ما كان لهما وجود يذكر في سوريا حين ذهب الحزب إلى هناك متدخلا في الحقيقة لحماية النظام من الثورة الشعبية القائمة ضده. وكشف الشيخ اللبناني أن الكثيرين داخل الحزب ما كانوا موافقين على دخوله مستنقع الدفاع عن النظام السوري، لكن الأوامر الإيرانية غير قابلة للنقاش بحسب الطفيلي الأمين العام الحالي لحزب الله حسن نصر الله. وفي تصريحات سابقة كان قد طلب من الرافضين لتدخله العسكري السوري من فرقائه اللبنانيين أن يذهبوا لقتاله في سوريا، متجاهلا أن اجتياز الحدود من لبنان إلى سوريا سيتتبعه بالضرورة اجتياز معاكس للحدود من سوريا إلى لبنان، لأن لا أحد يستطيع أن يقرر سياسة أعدائه ويفرض عليهم الجغرافيا التي يختار للرد عليه. وضع الطفيلي وهو المرجع السياسي الشيعي المهم إصبعه على الجرح الغائر في الجسدين اللبناني والسوري وصولا إلى الجسد العراقي. وكما نظر النظام السوري إلى جيشه اللجب ومئات طائراته ودباباته ومدافعه واستهزأ بأطفال وشيوخ ونساء سوريا، كذلك يفعل حزب الله اليوم في لبنان، حيث يستند إلى غلبته العسكرية الواضحة مفترضا أنه قادر على النجاة بقراراته السياسية الكارثية، وهو أمر لا يدل على بعد نظر وحكمة كانا سندين أساسيين في إيمان الجماهير العربية والإسلامية به. لبنان وسوريا يدفعان ثمن قرار الأسد تشبثه بالكرسي وتدميره للبلد، وثمن انخراط حزب الله بالحرب السورية، وفوق كل ذلك ثمن تأخر الصفقة الإيرانية مع الغرب. وإلى صحيفة المستقبل اللبنانية وأبرز عناوينها: مليار من خادم الحرمين لدحر الإرهاب، بان كي مون عدد القتلى الهائل في غزة صدم العالم، سليماني في بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على بديل للمالكي، مبعوث أمريكي في القاهرة واقتراح أوروبي لفتح معبر رفح، الجرف الصامد أهداف إسرائيلية متواضعة قياسا إلى الآمال، زعيم ميليشيا بدر يتحدث عن إحباط هجوم لداعش على بغداد، مجلس الأمن ارتكابات الدولة الإسلامية قد تشكل جريمة ضد الإنسانية، وأكراد العراق وسوريا وتركيا ينسقون لمواجهة داعش، حماس أعدمت عملاء لإسرائيل خلال العملية العسكرية ضد غزة، ضربة جوية على دونيتسك للمرة الأولى، الأطلسي روسيا قد تستعد لغزو أوكرانيا، ومقال تحت عنوان حسن نصر الله والخليفة أبو بكر البغدادي في عرسال للكاتب عمار ديوب في العرب الدولية الصادرة في لندن، فلنتابع. اتصل حسن نصر الله بأبي بكر البغدادي قائلا: أنا وليت من ولي نعمتك وأطلب أن نتحدث، فرد الثاني: انتظرني فأنا قادم إليك للشكر. وكانت مأساة عرسال ومأساة اللاجئين إن نتيجة الزيارة ستكون إغلاق الحدود أمام السوريين وتجديد الحصار على المقاتلين في القلمون وربما الغوطة وإنهاء عرسال كحاضنة للسوريين لاجئين ومقاتلين. لا يمكن قراءة داعش في لبنان خارج وجود حزب الله في سوريا، هذه مسلمة أولية. فلو لم يوجد حزب الله وكل الميليشيات الطائفية في سوريا لمحاربة الشعب لما نمت روح قوية مرحبة بالأصولية والطائفية. يضاف إلى ذلك أن شعور النظام بقوة الثورة الشعبية هو ما دفعه إلى خلق التنظيمات المتطرفة. في خلفية ما قبل معركة عرسال تكبد حزب الله خسائر كبيرة في القلمون وغيرها، وتقدم الثوار في أكثر من منطقة واهتزت شعبيته جراء ذلك عند الطائفة الشيعية، وهذه المعركة ستوصل رئيس الجيش إلى الرئاسة فورا،
فهو مسيحي ومنتصر في معركة ضد لبنان ومناسب لهذا الحزب. الخليفة لا يعنيه الناس لبنانيين أم سوريين إن ماتوا، ومن يمت على دينهم فهناك حوريات ينتظرنا. يريد تحطيم الحدود اللبنانية السورية كما الحال بين العراق وسوريا. إن فشل الائتلاف الوطني وقبله المجلس الوطني في فرض الرؤية العلمانية والوطنية كمرجعية للفصائل العسكرية، بل وإهمالهم مجموعات الجيش المنشق وتضحيتهم بالجيش الحر كذلك، هو ما فتح الطرق نحو تطور الجهادية والإسلام السياسي متعدد الألوان. ما يضع حدا لوجود داعش وكافة الفصائل الموجودة في عرسال اتخاذ قرار سيادي لبناني بإعادة حزب الله أو التشهير بوجوده في سوريا. من يتحمل مسؤولية ما يحصل في عرسال هو من دخل إلى القصير وكافة بلدات القلمون. دور داعش قلب الرأي العام اللبناني ضد السوريين وقطع خطوط الإمداد للثوار وإعادة شرعنة حزب الله في سوريا ولبنان. غباء داعش وتبعيتها لمخابرات الدولة التي يخدمها حزب الله كان السبب في كل ما يحصل في عرسال وفي لبنان. إذن البغدادي وحسن نصر الله من عائلة واحدة ومتحالفان موضوعيا. وإلى صحيفة الشرق الأوسط وفي عناوينها: بوادر حل في عرسال بعد انسحاب مسلحين وتسليم عسكريين. خادم الحرمين يقر عقد مؤتمر لنبذ التحزب ومحاربة التطرف. المنامة غاضبة من الدوحة، تغزون مواطنين وتجنسونهم. 1,100,000 شخص في قائمة الإرهاب الأمريكية. سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين حريص على وحدة اللبنانيين. القضايا الرئيسية تحت البحث في مفاوضات القاهرة بشأن غزة. حماس تنفي صلتها بناشط اتهمته إسرائيل بالمسؤولية عن قتل 3 مستوطنين بالضفة. بان كي مون تدمير القطاع صدم العالم، ولن نستريح حتى تنتهي الحرب. دخول أول قافلة مساعدات إلى درعا، والأسد يقلص إعفاءات الخدمة العسكرية. في الحياة اللندنية وتحت عنوان المالكي ورؤوس البراكين للكاتب غسان شربل، ويضيف الكاتب: تعجبني قصة أبواب الجحيم وهي ليست جديدة، والحقيقة هي أن أبواب الجحيم تفتح مرتين، الأولى حين يلتهم المستبد القرار والأرض ومن عليها، والثانية حين يسقط المستبد وتتكشف بلاده عارية من المؤسسات والبدائل الديمقراطية. كلما طلب من مسؤول عربي أن يغادر موقعه رحمة ببلاده أو شعبه أو أن يتخلى عن شهوة الإمساك بالأختام، سارع إلى التحذير من أبواب الجحيم. أعجبني البارحة تحذير نور المالكي، كان يمكن هذا التحذير أن يلقى صدى لو قيل قبل الكارثة التي أتاحت لأبي بكر البغدادي أن يعلن دولة الخلافة على أجزاء واسعة من العراق وسوريا. نسي المالكي أن أبناء الإقليم يقيمون في الجحيم. من الموصل إلى عرسال، هبت الرياح على غير ما يشتهي المالكي. استنتج المرجع الشيعي علي السيستاني أن تمسك المالكي بولاية ثالثة يعني دق مسمار أخير في نعش وحدة العراق ويهدد ما حققه الشيعة فيه، فأطلق سلسلة من الرسائل تحض على التغيير وتشكيل حكومة جامعة ومقبولة. وسمع رئيس مجلس الأمن القومي في إيران علي شمخاني خلال زيارته العراق أصواتا شيعية تحذر من خطورة التمسك بالمالكي. ثم وصلت إيحاءات من المرشد الإيراني علي خامنئي تقول إن بلاده لن تسلك طريقا مناقضا لخيار مرجعية النجف، ولأن المالكي لم يظهر المرونة المطلوبة خلال لقاءاته مع شمخاني وقاسم سليماني، قال مسؤول إيراني إن بلاده تبحث عن بديل للمالكي. رد المالكي على اتساع الرغبة في استبعاده بخطوتين، الأولى حين أمر سلاح الجو بمساعدة قوات البشمركة في تصديها لداعش في رسالة موجهة إلى الأمريكيين، والثانية حين أطل أمس وكأنه يدافع عن القرار العراقي المستقل فيما يشبه التحدي لإرادة طهران. أغلب الظن أنه قد تأخر، فطهران قادرة على تغيير الموازين داخل ائتلاف دولة القانون وربما داخل حزب الدعوة. مكلف أن تطالب مسؤولا عربيا بمغادرة مكتبه والابتعاد عن الأختام. يتضاعف الأمر حين يتعلق بالعراق وقدراته. يعرف المالكي أن حكم عراقي ما بعد صدام حسين يشبه الرقص على رؤوس البراكين الشيعية والسنية والكردية.
الإفراط في العناد والتلويح بأبواب جهنم قد يغري بفتح الملفات وهي مليئة بالثعابين. قبل ما نختم جولتنا الصحفية منشوف رسوم الكاريكاتير. مشاهدينا فاصل قصير ومنرجع لأخبار الرياضة. أهلا بكم مشاهدينا في أخبار رياضة والأخبار مع الزميل معن عمر. صباح الخير يا معن. صباح الخير. كيف حالك؟ صباح الخير أزان. يسعد صباحك معن. يا هلا. كيف نشاطك اليوم؟ تمام، خميس اليوم. نهاية خلصت بدك ترتاح بقى تعطل. هو العالم بتتنشط اول الاسبوع الا معن باخر الاسبوع مشان الويك اند يعني. لا هو ايه عنده مشاريع وهيك كله بيأجل ليوم الخميس. لك ما في مشاريع ولا شيء ولا اي. طيب بس حكي. شو الاخبار اليوم؟ الاخبار عندنا اخبار سوريه وعندنا اخبار عالميه. خلينا نبلش. اهلا بكم مشاهدينا الكرام لاخبار الرياضه. والبداية مع الشأن السوري، حيث فاز فريق نجوم الثورة على فريق الدفاع المدني بنتيجة 10-6 ضمن مباريات دورة الشهيد حسام الموسى الكروية والمقامة حاليا في حلب. وفي المباراة الثانية فاز فريق سيف حلب لأهل الشام على أحرار سيف الدولة بنتيجة 7-5، فيما ستجمع أولى مباريات اليوم بين كل من مجلس ثوار صلاح الدين ومركز حلب الإعلامي. أما اللقاء الأخير سيكون بين مجلس ثوار بستان القصر والكلاسة ثوار طريق الباب. وإلى أوروبا، حيث شهدت مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي مالمو السويدي صاحب الأرض وسبارتا براغ التشيكي، شهدت قيام الكابتن أيمن قاشيط لاعب منتخب سوريا بكرة القدم لرفع علم الثورة السورية، والتي فاز فيها مالمو المضيف على سبارتا الضيف بهدفين نظيفين. قاشيط حمل لوحة كتب عليها بالإنجليزية عبارة تعني في سوريا كل شيء يستخدم لقتلنا حتى ملاعب كرة القدم. حقق نابولي الإيطالي الفوز على منافسه برشلونة الإسباني بهدف دون رد في مباراة قمة ودية جمعتهما بمدينة جنيف السويسرية استعدادا للموسم الكروي الجديد. وسجل هدف اللقاء الوحيد السويسري بيرليم ديزمايلي من تسديدة قوية أخطأ حارس البرشا الجديد التشيلي كلاوديو برافو في تقديرها لتسقط من بين يديه وتتسلل إلى داخل مرماه بالدقيقة 80. وقدم برافو مباراة جيدة في الشوط الأول وذلك في ظهوره الأول مع البلوغرانا، لكنه ارتكب خطأ كلف الفريق الكتالوني خسارة في أقوى المباريات الودية الصيفية، ليزداد الجدل بشأن المنافسة بينه وبين الألماني تير شتيغن على المركز الأساسي. أعلن بطل أوروبا ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أعلن عن تجديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي كريم بنزيما حتى العام 2019. وبدأ بنزيما مشواره مع الفريق الأبيض في 29 أغسطس موسم 2009 ضد ديبورتيفو لاكارونيا، فيما سجل أول هدف له في 20 من سبتمبر من ذلك العام في سانتياغو برنابيو بالذات ضد خيريز. وكان بنزيما قد شارك مع ريال مدريد في المواسم الخمسة الماضية ب 235 مباراة سجل خلالها 111 هدفا مسجلا اسمه بقوة في تشكيلة النادي الأبيض منذ انضمامه للفريق. في خطوة أثارت الكثير من الجدل، انضم فرانك لامبارد رسميا إلى تدريبات نادي مانشستر سيتي، وذلك بعد انتقال اللاعب إليهم على سبيل الإعارة من نادي نيويورك سيتي الأمريكي. صحيفة الديلي ميل نشرت صور لامبارد وهو ببدلة التدريب الخاصة بنادي مانشستر سيتي، وقالت إن هذه الصورة لم يتوقع أي مشجع لتشيلسي أن يشاهدها في حياته، ولولا تأكد الجميع من أنها حقيقية لشك بها كثيرون. لامبارد تحدث عن انضمامه للمان سيتي واصفا الأمر بالفرصة العظيمة
التي ستضيف إلى مسيرته الطويلة. باقة من الأخبار الرياضية المنوعة في سياق التقرير التالي نتابع معا. عقدت كوريا الجنوبية التدريبات الأمنية المشتركة من خلال محاكاة هجوم على مكان انعقاد دورة الألعاب الآسيوية المقبلة التي من المقرر أن تنطلق في مدينة أنشيون لكوريا الجنوبية في أيلول المقبل. وشارك بالتمرينات 700 من أفراد الجيش، وانضم لهم عدد من الشرطة ووحدات قسم التدريبات التحضيرية للتصدي لأي هجمات ممكنة خلال الأحداث. وقال رئيس فرقة المشاة 17 قدمت هذه التدريبات لمكافحة الإرهاب فرصة لإظهار قدرتنا على تنفيذ عملية مشتركة سلسة بين المدنيين، الحكومة والجيش وقوات الشرطة. بالنسبة لبقية الفترة سنواصل جهودنا لعقد نسخة ناجحة من الألعاب الآسيوية. هذا وتستضيف مدينة أنشيتون الألعاب الآسيوية بالفترة ما بين 19 من سبتمبر إلى 4 من أكتوبر بكوريا الجنوبية. تجمع أعضاء فريق لعبة الركب الأرجنتيني للمرأة في محافظة بونس آيرس قبل بطولة العالم النسوية للسباعيات في هونغ كونغ الشهر المقبل. وتشمل الفرق المشاركة في البطولة اليابان، الصين، جنوب أفريقيا وكينيا والبرازيل وفيجي والمكسيك وهونغ كونغ وفرنسا وهولندا والبرتغال فرق تتنافس للأماكن الأربعة المتقدمة. وستكون دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل المرة الأولى التي سيتم فيها تضمينها ركب المرأة في المسابقة السنوية. وقال مدرب الفريق الأرجنتيني لالتشو غارسيا عندما وجدنا أن لعبة الركب ستكون رياضة أولمبية رسمية أصبحنا متحمسين جدا، والأهم من ذلك كله الحصول على فرصة لإظهار لعبة الركب لشعوب أمريكا اللاتينية حتى تتمكن من كسب شعبية. نحن متحمسون لتمثيل الأرجنتين. سيقوم السباح الأولمبي مايكل فيليبس بمجموعة من السباقات في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع في كاليفورنيا. وسيواجه فيليبس أصعب اختبار لعودته، كما أنه يتم إدخاله في 100 متر سباحة حرة وفراشة وفرد متنوع وظهر وزعانف. وأضاف فيليبس إنها متعة بالنسبة لي أن أعود في الماء وأن أكون قادرا على السباق في هذا المستوى مرة أخرى، لذلك أنا متحمس جدا. نهاية أخبار رياضة أطيب المنى لكم بنهاية أسبوع سعيدة. أما الآن عودة لفادي ورزان لاستكمال مشوار جولة الصباح، تفضلوا. شكرا يا معن. يا هلا رزان. شفنا نشاطات بحلب، يعني أنا كتير متفائل أنه بعودة النشاطات الرياضية بيظل هاي الظروف، عم يلعبوا مباريات وعملوا دوريات، كتير شيء منيح. طبعا أكيد، وإن شاء الله يا ريت النشاطات والدوريات تصير حتى بالرياضيين اللي هن خارج سوريا. أكيد، يعني أنا بشوف إنه الناشطين عم بلشوا يعملوا فرق ويلعبوا ويعملوا أندية، والرياضيين اللي هن أساسيين وإن شاء الله نتمنى لهم كل الخطوات التوفيقية قاعدين. يمكن الهدف من الدورات اللي عم بتصير مش بالقدر المنافسة، لكن من باب الاستمرارية حتى يحافظ الرياضي على لياقته، ما يبتعد عن جو المنافسة. أحيانا الابتعاد لفترات طويلة بيؤدي لإصابات، هاي معلومة يمكن الناس بتجهلها. فلذلك الشيء اللي عم بيصير من باب التنشيط للرياضيين وحتى ما يخرجوا من أجواء المنافسات والبطولات بشكل عام. يلا فمعنا كل التوفيق مشاهدينا. خلونا نروح لموجز لآخر الأخبار من راديو أوريانت، خليكم معنا. أما هيام بتقول صباح الخير، لا اهتمامات لدي، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كل ما اشوف والعينيا صدع عيني بحب نفسي ارجع لي طبعا عشان لما بيغمض عيني يشتاق لهمسة يسمع لصوتي حتى في سكوت اسمعني عادي وبعادي موت في كل حاجة فيها. ناهد بتقول صباح الخير، موضوعكم اليوم كتير لطيف. أنا اهتماماتي السعادة في المنزل، دلوعة أوريانت صباحة وبدي خلص الجامعة وارتاح، هذا حاليا كل شيء بهتم فيه. ما عرفش ليه كل ما شوف والعالي صدعني بحب نفسي
علا بتقول صباح الخير، أنا مهتمة جدا بالكتابة، بحب أكتب كل شيء. أما مي بتقول صباح الخير، أنا صار أهم شيء بحياتي متابعة برنامجكم. يسعلي صباحك يا مي. صباح الخير نبيل. صباح النور لارا. كيفك؟ كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. اي نبيل، لازم اسالك السؤال. يلا. انت طبعا نبهتني اني ما اسالك، بس انا حاسالك. يلا. اي نبيل، شو هي اهم اهتماماتك؟ اهم اهتماماتي بحب اقرا، بقرا كثير، يعني كتب. القراءة. كتب. عم يسالني حسني شو تقرا؟ كتب. كتب الكترونية. قصائد اكثر شيء، شعر. حلو. ما عندك اهتمامات تانية؟ بس انا عندي، بس ما بقدر لك اياها. حلو، كثير منيح. يسعد صباحك نبيل. صباحي. وبحبك توش فني، ومشيكي عوراق الورد، وخبيك من جنون البرد. قولي لي شو بدك بقى، اطلبي مني وتمني. مهاجر بيقول اهتماماته انه هو شخصيا اسرته هي اول شيء من اهتماماته، والسبب هي شمعة حياته، وبدونهم انه صعب يعيش، ومعهم بحس بالراحة والامان. يسعد صباحك يا مهاجر. متابعة بتقول صباح الخير، بتقول أهتم جدا بدراستي الجامعية، والسبب لأنه اهتمامي بدراستي بيحدد مصيري ومستقبلي، وبيحقق بعض من طموحاتي. يسعد لي صباحك يا رب. حننتقل لموجز الأخبار عن نبيل، بعد رح نرجع لنكمل معكم الساعة الثانية من برنامج صح النوم. الأخبار من راديو أورينت على رأس الساعة، ونشرات تفصيلية متتالية. العاشرة صباحا بتوقيت دمشق، موجز اخباري من راديو اورينت. هدنة جديدة في عرسال واورينت نيوز، تحصل على صور حصرية لأسرى من الجيش اللبناني و100 الف سوري تحت القصف. الثوار يحررون حواجز جديدة ويقتربون من محردة مركز ثقل النظام في ريف حماة الغربي. مراسل راديو اورينت من ريف حماة يؤكد اغتنام الثوار كميات كبيرة من الأسلحة، بينها صواريخ كونكورس. والنظام يهدم مسجداً أثرياً في حلب ويقصف ريف حماة بالأسلحة المحرمة دولياً. جرحى في قصف جوي على دوما والمليحة وزملكة. واشتباكات وقصف أثناء توزيع مساعدات إنسانية في مخيم اليرموك بدمشق. المجلس المحلي في ريف اللاذقية يفتتح طريقاً جبلياً هرباً من استهداف النظام للمدنيين على الطرق الرئيسية. نظام الأسد يؤجل التفاوض مع ثوار داريا دون إبداء أسباب. تنظيم الدولة يقتحم اللواء 93 في ريف الرقة ويسيطر على أغلب مقرات النظام داخل اللواء، وفرار عشرات الجنود والضباط حسب ناشطين تابعين للتنظيم.
داعش يبسط سيطرته على معظم موارد شرق سوريا وكامل الموارد المائية في البلاد. تنظيم الدولة أيضا يمنع طلاب الرقة من تقديم الامتحانات خارج المحافظة. وتنظيم الدولة ينفي قياديين من الجيش الحر إلى خارج ما يسميه أرض الخلافة. اختطاف ناشطتين إيطاليتين تعملان في مجال الإغاثة في ريف حلب. مكتب الدفاع المدني يوقف عمله في مدينة تل رفعت بريف حلب بعد تدمير مركزه من قبل طيران الأسد الحربي. ومساعدات الأمم المتحدة تصل درعا من معبر الرمثة الحدودي دون موافقة نظام الأسد للمرة الأولى. وفريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يزور دمشق للبحث عن الشوائب والأخطاء المحتملة. الأسد يهدد موظفي الدولة بالفصل في حال رفضهم الالتحاق بخدمة الاحتياط. واستشهاد لاعب من المنتخب السوري للناشئين جراء سقوط قذيفة هاو خلال مباراة في العاصمة دمشق. أصوات في الخارجية البريطانية تطالب بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل بعد عدوانها على غزة. والحركة تعود إلى شوارع قطاع غزة بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ. وباحث حقوقي يؤكد أن إسرائيل قصفت المدنيين في غزة بالبراميل المتفجرة. نهاية الموجز، دمتم بود. بهدف نشر الثقافة السورية من بوابة الفن التشكيلي، أقامت الفنانة سوسن وتي معرض لرسومات المتنوعة باسطنبول. خلينا نشوف لوحات هالمعرض بتقرير الزميلة يسار لبي. كزهر النار أو أبعد هو عنوان المعرض الذي أقامته الفنانة التشكيلية سوسن وتي. أنا كتير مبسوطة أني أشوف معرض فني بتركيا، كوني أني هون جاي زور أخواتي، جاي من إيطاليا وخريجة فنون من إيطاليا. دائما أنا سعيدة أنه نشتغل من أجل الحب والسلام ومن أجل الفن، لأنه الله جميل ويحب الجمال. بهالظروف الصعبة اللي كلياتنا عم نعيشها، نحن بحاجة للون، بحاجة لفكرة، بحاجة لحالة تحرك الخيال. عنوان مستوحى من ديوان محمود درويش كزهر اللوزي أو أبعد، المتبني للقضية الفلسطينية. أنا مهيار، خريج إيطاليا وجاي زيارة على إسطنبول، حابب شوف العيلة وشوف رفقاتي وقرايبيني، وبشكل عام دائما بهتم بالفن، فحسيت أنه حبيت شوف حتى من ناح الفن السوري شو عم يصير، وتابع من ناح حتى التعبير، لأنه برأيي بشكل عام هو الفن من أهم اللغات بعد لغة الجسد، لأنه هي لغة عالمية. افتتح المعرض بحضور عدد من الشخصيات في اسطنبول. أنا سوزان من العراق، كمواطنة عادية عرفت أنه في معرض، حبيت يعني خاصة أنه من سوريا، وخاصة أنه صار هالشي بتركيا، يعني حسيت أنه في حركة مثقفة عربية عم بتصير بالسورية، فحبيت أنه أجي، كأنه زوجي هون صحفي، فحبيت انه اجي اشاركهم انه اشوف يعني اللوحات. وقد تجسدت اللوحات بتصوير المرأة بكافة حالاتها وأحاسيسها، فالمرأة هي زهر النار كما رسمت سوسن. العنوان مثل ما بتعرفي اسمه كزهر النار أو أبعد، تيمنا بدرويش. يعني هون نحن قضايانا كلها مشتركة، يعني قضايا صفت القضية الفلسطينية، ويمكن نحن صرنا كمان قضية سورية للأسف. هلا أنا ما عم بشتغل سياسي إطلاقا، أنا عم بشتغل فن. مشاهدينا بنبقى مع يسار لبي حتى تحكي لنا أكثر عن الفن التشكيلي وتجربة السوريين خارج البلاد مع ضيوفها. صباح الخير يا يسار. يسعد أوقاتكم فادي ورزان، يسعد أوقات كل مشاهدينا. جولتنا لليوم من اسطنبول رح نحكي فيها عن فنانة تشكيلية أقامت أول معرض لها تحت اسم كزهر النار أو أبعد، وهي الفنانة التشكيلية سوسن وتي. هي معنا اليوم بالاستديو لحتى تحكي لنا عن أعمالها ومعرضها. أهلا وسهلا فيكي مدام سوسن، شرفتينا.
كزهر الناري أو أبعاد هو عنوان أول معرض فردي لحضرتك، شو سبب اختيارك هذا الاسم؟ ولكن بالبداية حابين نعرف مين هي سوسن وطي؟ هلأ بداية مثل ما وضعت على الإعلان اسمي مجرد يعني سوسن وطي بدون أي لقب أو أي شيء، بس عمليا يعني أنا خريجة إجازة بالعلوم الطبيعية، عندي سنوات تدريس بثانويات دمشق، وعندي هيك نشاطات يعني بتصورها متنوعة كتير يعني بالنسبة لل لإعداد كتب أطفال، لمطالعاتي، لنشاطاتي، ل يعني أمور كتير انتهت يعني احتمال تكون نهايتها مثلا هو آخر مطب، واللي بحلم فيه فعلا هو الفن التشكيلي اللي بحلم فيه كل حياتي، وممكن يكون إنه هون آخر مرحلة حابة إنه أتعمق فيها وهذا اللي صار. إذن خريجة علم أحياء؟ أي أنا خريجة علم أحياء، نعم، ومدرسة بثانويات دمشق، وكان فعلا الرسم هو يعني هيك هدفي بصراحة بفترة طويلة وتحقق. لا ما فينا نقول، أنا ما فينا نقول يعني أوكي أنا مشتغل فيه. كزهر الناري أو أبعاد، نعم، هو عنوان معرضك الانفرادي، أول معرض لحضرتك، شو سبب إطلاقك عليه هذا الاسم؟ هلأ أول شيء هو تيمنا بمحمود درويش، يعني بظن هو خلينا نقول إذا أنا يعني حبيب نساء الشرق كلهم يحبوه كتير، معروف طبعا محمود درويش من هو شو أثر وشو عمل وكيف تقاطعاته الإنسانية مع يعني مع القضية العربية خلينا نقول، ومع كشخصيته ومع هيك ملامسته لكل شيء جميل نحن عنا بالوطن العربي. هلأ هي أكثر شيء أنه أنا بحبه له بصراحة يعني، فتيمنا فيه بأشعاره بعملقته خلينا نقول حبيت سمي معرضي بأحد مفرداته. فلما بحثت لقيت أنه هالقصيدة هي بتتقاطع معي وبتتقاطع مع لوحاتي اللي يعني طبعا المعرض انا نزلت فيه يعني جزء طبعا جزء من شغلي اكيد يعني هو جزء طبعا 31 لوحه هي جزء انا شغلي كثير، فحسيت انه هذا بيتقاطع مع انه بدي وصله لهالمرحله، فاخذت عنوان ديوانه كزهري اللوزي او ابعد وغيرتها كزهري الناري او ابعد. وكانت القصيدة يعني هي قصيدة بالذات قصيدته يعني لو حضرتك قريتيها فهي كتير حسيتها يعني هيك بتلبي اللي أنا جواتي واللي أنا حبيت أرسمه ووصله يعني. مدام سوسن، شو هي التقنية اللي استخدمتيها برسم لوحاتك؟ هلأ يعني الزيتي بيبقى السوبر السوبر على الإطلاق من فن التشكيلي، لا في بدائل موجودة تقنية أكتر يعني سهلت على الرسام اللي هي الأكريليك، لكن زيتي بيبقى هو يعني سوبر، فزيتي مبدئيا والباستيل الجاف يعني الباستيل كمان الجاف كثير يعني بيعطي احساس للوحه يعني يمكن الزيتي كمان ما يحققه، الباستيل كمان ساحر بالنسبه للوحه. فعمليا كانت لوحاتي جزء منها زيتي والجزء الاغلب اللي هو باستيل حاليا طبعا. هل يوجد نوع ورق خاص للرسم بهاي التقنيه؟ أكيد الزيتي بيبقى على قماش ما في مجال يعني، وكل هالمعلومات يعني بحب أقول لك عزيزتي أنه كل هالمعلومات أنا استقيتها من النت، إيه لأني أنا ما دارسة يعني فنون جميل، فكلها استقيت المعلومات الأنواع الخامات طريقة استخدام هالمواد استقيتها من النت. إذن هي تقنيتين بالباستيل والزيتي، كمان شو هي المدرسة الفنية يلي بتفضليها ويلي تبعتيها برسم لوحاتك لهذا المعرض؟ يعني كأي إنسان بغض النظر أنه أنا ماني خريجة ماني أكاديمية فنون بعد خبرة معينة خليني أقول خبرة لأني أنا هلأ حالياً على أعتاب 50 بصراحة، فهلأ في تراكم يعني في تراكم مفاهيم وفي أشجان وفي ما يقال وما يراد أن يثبت وما يراد أن ينشر ويعمم أكيد. فهلأ أنا لما مسكت وبلشت يعني ما بزهني أي مدرسة، أنا ما بزهني طبعا أنا بعرفهم كلهم أكيد يعني عندي ثقافة فنية نوعا ما مقبولة بدءا من الرومانسية لا 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 إلى آخره،
انت يمكن بتعرفي حضرتك في تجريدي في السريالي في، فانا ما اتبعت شيء، بس هلا بعد ما خلصت يعني هلا فيني انظر لهم واقول انه ايه انا اوكي ممكن اتقاطع مع تنتين، ممكن اتقاطع مع تعبيري انطباعي مع ومستقبلي، لأن في مدرسة اسمها مستقبلي، لكن انا طبعا ماني تجريدي حاليا ولاني تكعيبي، تكعيبي معروفة هي لبيكاسو اكيد، فلا يعني انا هيك حاسه حالي هلا احتمال باي تايم انك تغيري، احتمال لاني هو يعني الرسم بيضل هو تفريغ لذاتك بطريقه باخرى، احتمال تتطوري كمان، مو انه احتمال كمان لازم تتطوري ما تغيري نوعا ما، مو كتير تبتعدي، فيعني مبدئيا قول في تقاطع بين مدرستين. ما في سبب انه اخترتي هدول المدرستين بعد الرسم، هن انه حسيتي انه انت رسمتي هاي المدرسه حضرتك انه لا انا هلا اذا طلعت عليه وقالوا لي صنفي بصنف هيك. وحتى لما حضرنا المعرض يوم الافتتاح كان اغلب الحضور عم يعبروا عن اللوحات بيقولوا انه التعبيريه هو رسم طبعا. تعبيري صح، هو اكيد صح يعني، بس التعبيري بيبقى اكثر يعني هو بياخذ الواقع تماما بيحوله شيء بسيط بياخذ شيء لا في مستقبلي، لأن في المدرسه المستقبليه بتقلك انه بتعتمد على المنحنيات والالوان الصارخه وهيك، بتصور انه هيك تقاطعي تقاطعي هيك بتصور. مدام سوسن، اذا دخلنا لعالم اللون بلوحاتك، لاحظنا انه اللون الاحمر طاغي على معظم شعر النساء الموجودين باللوحات، لشو بيرمز هذا اللون؟ هل هو بيرمز لشعر سوسن؟ هلا هو احتمال يعني احتمال هي الثورة اللي داخلنا نحن حبيبتي كنساء مثلا، يعني احتمال تعبير صارخ يعني ربما يعني ربما هلا وتركي يعني انه يكون لون شعري انا، فهو الاحمر ثورة، هو ثورة تمام صح، هو ثورة، والعنوان كان كزهر النار والنار حمراء احمر يعني، فهي هيك يعني هي بعتبرها انا ثورة. وكمان ما تنسي انه الثورة هي انثى، الثورة كلمة الثورة هي يعني طبعا هل هي يعني مذكر لمؤنثنا انثى، فالثورة هي انثى مؤنثة اكيد، فهي اللي عم بصير بالوطن العربي اللي ثورة اوكي، مو عم بقولوا ثورات اوكي بس نحن كمان مدام سوسن جسدت المرأة بكل لوحاتك بكل تفاصيلها واحاسيسها بغموضها بثقتها بزعلها، مين هي هاي الانثى؟ هلا يعني ربما اكون انا فرضا في حالاتي فرضا وعم بناشد بني جنسي يعني النساء الاخريات يعني احتمال يعني ممكن اكون انا يعني، لان هي حالات يعني انا لما بمسك بدي يعني بحاله معينه على فكر شيء معين بدي اوصل شيء بحاله معينه ايه، فحالاتي خلينا نقول وحالاتي مع بني جنسي اللي هن العربيات اللي بتمنى انه يكونوا هيك اللي عم يعني عم بناجدهم عم بشدهم هيك يعني ربما هيك انا المرأة العربية اكيد، المرأة العربية اكيد انه مو الانثى بشكل عام، المرأة العربية أكيد اللي عم يعني تتعرض للضغوط لل بده يكون ما في مجال يعني احتمال يعني مضبوط كلامك انه فعلا ممكن يكون انا يعني مهما اخفيت انه انا شغلي ما هو سياسي ولا هو اقتصادي، يعني فعلا يا سارة حبيبتي انا اول يوم تعرضت لهذا السؤال وانا اندهشت يعني اول يوم معرض، فكان كل القنوات تجي انه شو علاقة شغلك بالثورة يعني انا سوري شو عم يعني وين وين الثورة، هيك كان الكلام. هلا تاريخيا خلينا نقول نرجع للفن، نرجع لخمس قرون ورا اوكي، بدي ايمت يعني كفن تشكيلي من عصر النهضة تمام، عصر النهضة طبعا كان بالقرن الخامس عشر وبلش يعني طبعا مايكل انجلو ليوناردو دافنشي وبلشنا يعني بلش يتطور اوكي. هلا تلت هالقرون هاي كان الفن بيستند على القيمة الجمالية فقط ولا غير، القيمة الجمالية والفن يعني لا تقوم له قائمة إلا على القيمة الجمالية، هو اسمه فن. حتى اليونان يعني التماثيل اليونانية كانت واللي تركوه كانت كل أجساد الأبطال هيك مفتولة بعضلات مثلا كانت جميلة،
مثلا نساء كانوا يعملوا نساء ملكات جمال، يعني لازم يكون الفن جميل. حتى نحن لاحظنا بلوحاتك انه المرأة كانت بأبهى صورة يعني جميلة جدا، يعني هذا لازم يكون. فهذا انا يعني هذا انا بجوز من ثقافاتي مشيت فيه دون ما اشعر، انه انا ما معقول ارسم لوحة احطها ببيتي او انظر الى او خليها تريحني وهي غير جميلة. حتى بعد الحرب العالمية الاولى عزيزتي، يعني معروفة بداية القرن العشرين، بعد الحرب العالمية الاولى كان في مجموعة من الفنانين الاوروبيين جنحوا واخذوا يرسموا مآسي الحرب من دم وكذا، مثل ما هلا عم بصير عنا بثورتنا نحن عم بيرسموا لوحات كلها دم وكذا. فهن فكان يعني شغلهم خاطئ نوعا ما، يعني جوبه رفضوا، وحتى كل اعمالهم ما قدروا وكل منجزاتهم ما حطوها ضمن مدرسه فنيه، ما حطوها، ما لها اسم، ما سموها قساوتها، انه لا هدول حركه، قالوا عنهم انه هدول حركه وليسوا مدرسه فنيه، وحتى سموها حركه الدادة يعني، ووصموا هؤلاء الدادائيين تماما، يعني وصموا انه انتم بحاجه او انتم تبتغون الشهره والمال. طبعا يعني مثل هلا انا بخضم ثورتنا نحن اجي ارسم وكذا وخلي الناس تبكي وقدم لهم وانه هذا بده ينباع لاني في ناس عم تتفاعل معنا، لا الفن مو هيك، الفن مو جمالي. هيك بالضبط، الفن بيقوم على الجمالي، على الجمالي لازم يكون على الجمالي، والفن مو جمالي لاجل الجمال، لا يعني بنحط نحن لوحه جميله وبنقدم حلول، حتى فينا نطرح مشكله باللوحه نفسها ابدا، نقدم الحل. هلا انا اذا حطيت واحد مثلا دمه طالع، يعني عفوا، انا بكون اذيت المشاهد. صحيح، يعني هون في جدليه الحياه والموت، يعني انا مفروض اني لا اشتغل غير شغل. مدام سوسن، لاحظنا بلوحاتك انه كان في طائر مرافق للمراه باغلب اللوحات، شو هي رمزيه هذا الطائر؟ أيضاً. وخصوصي انه مرافق المراه. اكيد هلا هون الحريه بقى. تمام، اكيد الحريه، اكيد الحريه. وحتى فيني اقول لك انه اوكي مو في ثورات عربيه، اوكي، بس نحن النساء فرضا العربيات، نحن ثورتنا قبلهم، نحن ثورتنا قبلهم، ونحن اللي منا الحريه، نحن اللي بنفهم الحريه، نحن منا اياها. اكيد بنشعر انه نحن ما حاليا لا نطال الحريه، فدائما كان الطير هو رمز انه المراه دائما تنشد الحريه وتفهم الحريه تماما اكثر من الرجل، وانسلمت حاليا بوضعها، فهو فقد يعني لجر عربي او لسياسه منا او يعني حتى منطق او حكمه. حتى شفنا بعض اللوحات كان في مراه لها اجنحه مجنحه. ايه هي حريه، يعني تنشد الحريه. الحريه هي اساس المجتمعات، يعني حقيقه كمان هي اساس بناء المجتمعات ونحن نفتقر له. تماما. حتى مدام سوسن، انت تعرضتي لذكر ثوره بالبوستر تبع المعرض اللي لك، النار ثوره والثوره انثى. تمام. هل انت بتوصفي بهذا الشيء الحاله الثوريه اللي عم يعيشها بلدنا؟ اكيد، يعني ما في شك، يعني مثل ما قلت لحضرتك قبل شوي انه نحن ثورتنا قبل الثوره الحاليه، يعني دور المراه والمراه العربيه، والمراه العربيه عظيمه والسوريه بقى تحديدا بقى، يعني احنا خلينا نقول لا بقى السوريه نحن، لا يعني شئنا ما بينا، يعني نحن من نتخصص، يعني صحيح الفن للجميع، بس لا، المراه السوريه هي مراه من الطراز الرفيع، يعني انا بناجده اكيد. اذا لاحظتي كمان في كتب دائما موجوده، يعني دائما بشدد انه لازم تتثقف المراه، لازم تشتغل الفرديه. ما بعرف اذا لاحظتي انه انا دائما انثى واحده. صحيح، يعني ما في تنتين ولا في مجموعة، صحيح، أنثى واحدة. هلا هي الأنثى الواحدة هون بقى بنشد أنا الفردية، هي الفردية عزيزتي، الفردية اللي يعني اللي أنا بشعر فيها وبحس حاجة لإلنا نحن. كمان من عصر النهضة أوروبا ناشدتها ودعت لإلها. هلا ربما أقول لك بجوز الشباب السوريين أو العرب عندهم فردية، بس نحن ما عندنا، يعني صح؟ صحيح، يعني هن عندهم، هن بيشتغلوا بالدنيا، ممكن
بدهم يلجأوا للأسرة بمزاجهم، بدهم يتعاونوا مع حدا بمزاجهم، بإيدهم الحلول والربط. يعني آسفة لأني مجتمع ذكوري أكيد يعني، فأنا عم شدد هون لا، المرأة أنا بدي إياها هي تكون فردية، هي تعتمد على نفسها وتقوي ذاتها وما تعتمد لا على ابن في نهاية حياتها فرضا أو زوج أو لا، هي تخليها مستقلة. وعم تنجح هالحالات يعني، عم نلاحظ وجود العديد من الحالات إنه مرأة عم تظهر، مرأة سورية تحديدا يعني. تمام يعني أكيد في، مثل حضرتك كمان أكيد في، نتمنى يعني أكيد في يعني. مدام سوسن، في موضوع أخير نحن حابين نتطرق له، نحن بالآونة الأخيرة لاحظنا وجود العديد من التشكيليين، فنانين تشكيليين سوريين، سواء هون باسطنبول سواء بالأردن بدول الاغتراب اللي موجودين فيها، ليش نحن لحد الآن ما شفنا مؤسسة أو اتحاد أو نقابة بتجمعهم لحتى ممكن نحن نعمل معارض عالمية نوصل فيها صوتنا ونوصل رسالة للعالم عن الشيء اللي نحن عم نعيشه، شو السبب برأيك؟ هلأ هون بدك تدخليني بالسياسة. يعني أنا بصراحة يعني بجد مثل ما قلت الفن بعيد عن السياسة، بس فعلا من كثرة النقاشات بهالفترة ما لقيت حالي اللي دخلت السياسة. نحن بحاجة لهيك شيء نوصل رسالة للشيء اللي نحن عم نعيشه ببلدنا، لما بيصير في اتحاد ممكن ينظم لنا معارض عالمية بدول العالم، في كتير ناس بدول العالم ما بتعرف الشيء اللي نحن عم نعيشه. فانه شو بتسبب برايك او شو بتطالبي هلا هون؟ يعني مثل ما دخلنا بالسياسه، دخلنا باللي شوه ثورتنا، دخلنا بالايادي الخبيثه اللي عبست فينا اللي لا تقل بشاعه عن نظامنا، دخلنا فيها بكل يعني للاسف بكل قماء. هلا مثل ما عم تشعري حضرتك انه اي شيء مستقل حر بيبقى الدعم له بسيط او ما في دعم او زيرو خلينا نقول، واي شيء موجه واضح قبيح لا سوري يعني مع الاسف. يعني ما بدي سمي دول، يعني انا ما بدي احكي بالسياسه، ما بدي سمي انه الدول عم بتحارب الثوره خشيه انه تصل لعندها، لاني كلها انظمه دكتاتوريه. يعني ما بدي ادخل بالسياسه بصراحه، بس هذا السبب. بس نحن منطالب بوجود مثل هيك اتحاد او أكيد نقابه. اكيد نتمنى. هلا في ايادي، هلا هون حتى نحن عندنا هون باسطنبول في ايادي مثقفه نظيفه عم تشتغل، شغله ضعيف بس نتمنى لها، نقول يعني يا ريت تستمر، يا ريت يا ريت. هلا امبارح جد امبارح في مجموعه من الشباب السوريين والله بياخذوا منتدى، ما بدي سمي اسمه حتى ما انه انا عم بعمل عليه دعايه، شباب بياخذوا العالم بيشتغلوا متطوعين، ما عم بيقبلوا معونات من حدا، عم بيحطوا هيك مبالغ رمزيه وعم بيشتغلوا هن للثوره السوريه بايادي نظيفه، مثلا ما عن ضد التسول، عم بيحاربوا حملات حلوه كثير، وشباب تاخذ العالم. يعني شفتهم شباب بياخذوا العالم امبارح شفتهم، فكتير انسريت انه يعني في شيء نظيف، في شيء نظيف طبعاً ما بتخلى. إيه أكيد ما بتخلى. يعطيكي ألف عافية مدام سوسن، نحن هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا من إسطنبول، نتمنى لك التوفيق بمعرضك وبمعارضك الجاي إن شاء الله. شكراً لك. شكراً لك. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا من إسطنبول، بنتمنى لكم نهاية نهار سعيد، بنرجع لعندكم فادي ورزان. شكرا لك يسار، لك ولضيفتك. مشاهدينا منروح لفاصل صغير ومنرجع لنتابع فقرتنا الاقتصاديه. من جديد اهلا بكم مشاهدينا والى الاخبار الاقتصاديه، حيث اكد رئيس المنتدى الخليجي للامن والسلام فهد الشليمي ان بيع الاراضي والعقارات السوريه للايرانيين ياتي بموافقه وتبريك من النظام بهدف دعمه وتثبيت العناصر المواليه له. ولفت الشليمي إلى أن توسيع رقعة استملاك الإيرانيين للعقارات الخاصة في دمشق يهدف إلى تغيير البنية الديموغرافية، ما قد يكون مقدمة لمرحلة تقسيم سوريا. وأشار الشليمي إلى أن الكثير من المهجرين السوريين تركوا أراضيهم وأملاكهم، مما فسح المجال أمام النظام لمصادرتها وبالتالي بيعها للحليف الأجنبي والمتعاونين معه على أسس مذهبية أو اقتصادية.
قال مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إن نقص الغذاء في الغوطة الشرقية لريف دمشق أدى إلى انتشار آلاف الإصابات بحالات سوء التغذية، وأشار المركز إلى تلقيه المئات من نداءات الاستغاثة جراء فقدان الكثير من المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بنسب عالية نتيجة الحصار الذي تعاني منه تلك المدن والبلدات منذ أكثر من عام. وكانت المفوضية الأوروبية لشؤون التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية قد أعلنت عن وفاة حوالي 200 ألف سوري خلال 3 أعوام بسبب الجوع وعدم توافر العناية الصحية. نظمت السفارة الأسترالية في عمان حفلاً خيرياً لجمع التبرعات ودعم اللاجئين السوريين في الأردن بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وأشارت السفارة إلى أنها سلمت التبرعات إلى مديرة وكالة كير لدعم اللاجئين تمهيداً لتوزيعها على السوريين في المملكة. كما شهد الأردن أيضاً إطلاق حملة أخرى بالتنسيق بين وزارة التعليم الأردنية واليونيسف تحت اسم العودة إلى المدارس، تتضمن توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية لأكثر من 150 ألف طالب سوري. أعلن المجلس المحلي لمدينة درعا تسلمه أول شحنة مساعدات أممية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة. وأوضح المجلس أن المساعدات عبارة عن قافلة مكونة من 10 شاحنات كبيرة تحمل مواد تموينية وغذائية ومستلزمات طبية، مؤكداً أنها ستوزع على الأحياء المحررة في مدينة درعا خلال آب الحالي، مشيراً إلى قرب وصول شحنات أخرى إلى مناطق ريف درعا المحرر وتوزيعها على المدنيين كما هو مخطط لها. وإلى أسعار صرف العملات لهذا اليوم وفقاً لتداولات السوق السورية، سجل سعر صرف الدولار 166 ليرة سورية مبيع، فيما سجل سعر صرف اليورو 223 ليرة سورية مبيع. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب. اقتصاد مشاهدينا، والآن ننتقل بكم إلى فقرة التواصل. في أخبار التكنولوجيا، طريقة جديدة للتنصت بنقل اهتزازات الكلام. وبعد عامين تضاربت، طور باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وسيلة جديدة لنقل حديث كامل عن طريق تحليل اهتزازات أسطح الأشياء حولنا من الحياة اليومية. ويقول العلماء الطريقة بسيطة ومباشرة، فالكلام من صنع الحبال الصوتية التي تهتز لدى البشر، ما يجعل الهواء يهتز بدوره، وتنتقل هذه الاهتزازات إلى الأشياء القريبة ومن بينها طبلة الأذن للشخص المجاور في حوار بين شخصين، وبالتالي يمكن أخذ الإحداثات من الأشياء التي جرى فيها الحديث. فاز مشروع النظارة الذكية المخصصة للمكفوفين والتابع للمعهد الوطني الملكي للمكفوفين في بريطانيا بمسابقة جوجل للتطوير التكنولوجيا التي ستغير العالم، وبذلك حصل المشروع على الدعم المالي والذي يقدر بنصف مليون جنيه استرليني لطرح النظارة في الأسواق مع حلول العامين القادمين. وستسمح هذه المنحة المالية بإنتاج أكثر من 1000 نظارة لتوزع على المكفوفين لاختيار كفاءتها، ويتوقع أن تساعد هذه النظارة أكثر من 15 مليون شخص حول العالم في استعادة القدرة على الرؤية.
أطلقت تويتر تحديثا جديدا لتطبيق خدمة مشاركة الفيديو القصيرة التابعة لها جاين لنظام iOS المشغل لأجهزة شركة أبل المحمولة، وذلك ليجلب معه المزايا والتحسينات التي وصلت إلى نسخة نظام أندرويد قبل أيام. ويجلب الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 2.2 تحسينات على مسألة التحكم بالتنبيهات التي يستقبلها المستخدم عبر الإشعارات أو في تبويب النشاط، حيث أصبح بإمكان المستخدم تخصيصهما عن طريق الوصول إلى قائمة الإشعارات في الإعدادات. وفي أخبارنا المنوعة، الأردن يحتفل بأول مهرجان للألوان في عمان. وفي البيرو، الدخان يغطي سماء البلاد جراء انفجار بركان، يتابع التقرير. رحبت حديقة الحيوان في بيلو هوريزنتي في البرازيل بأحدث المقيمين بها، صغير غوريلا، وتم رؤية الغوريلا حديث الولادة وهو متشبث بوالدته بعد ساعات فقط من الولادة. وقال حراس الحديقة إن الغوريلا هو أول مولود من سلالة الغوريلا في أمريكا الجنوبية. وفي البيرو، غطت الغازات والأتربة سماء البلاد جراء انفجار بركان أبيناس. ووفقا لمعهد بيرو للجيوفيزياء، تم تسجيل انفجار كبير تصاعدت بعدها أحمضة من الرماد وصل إلى ارتفاع 4000 متر بعد سبات دام عدة سنوات. وإلى الولايات المتحدة، فقد قام بروفيسور أمريكي ببناء منزل له داخل حاوية للمهملات في ولاية تكساس. المنزل الجديد أو مشروع سلة المهملات يحتوي على سرير وجهاز لتكييف الهواء. يقول عنه صاحبه إنه يمكن أن يساعد على تخفيف القلق حول كيفية استيعاب النمو السكاني في العالم. مشاهدينا، وصلنا لنهاية فقراتنا لليوم. للتواصل معنا واقتراحاتكم وأفكاركم، راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك جولة الصباح أو على الإيميل sabah@orion-tv.net. مشاهدينا، نختم فقرات جولة الصباح لليوم بأغنية نطقت الحروف لمعتصم العسلي، ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. إلى اللقاء.